نفوق الأسماك في الكويت فضيحة. في كل سنة يحصل عندنا نفوق في الأسماك. شوفوا هالتقرير وبعد التقرير برويكم ليش يصير عندنا نفوق في الأسماك. أعطوني التقرير. أعطوني رئيس وزارة الأشغال، أعطوني الإبراهيم وزير الأشغال. شفتوا نفوق السمك؟ عايزنا وإحنا نقول إن سبب هذا النفوق هو مجارير الصرف الصحي اللي تصرف على البحر. أخونا الوزير يقول إن اليوم معظم الصرف الصحي بالكويت يروح لأحدث أجهزة في المعالجة، والماي نظيف ويروح الماي المعالج للزراعة وللمزارع والباقي نصبه في البحر. لكن الحقيقة معالي الوزير ما قاعد يحصل هالشيء هذا. لما يصير عندهم طفح يفتحونها ويودونها البحر. شفتوا عزكم الله اللي في البحر في شاطئ أبو الحصاري، براويكم صور. شكرا معالي الوزير، روح حق وكيل وزارة الأشغال وكيل مساعد وزارة الأشغال قول السالفة المجارير اللي قاعد تصبونها بالبحر، وإحنا دائما نغني أغنية الله يا ريحة سواحلها، الحين نروح البحر ما نقدر من هالريحة نقول شو الريحة الخايسة من المجارير. معالي الوزير قاعد يصرفون الصرف صحي هناك، اسألهم بس لا تقول لنا بعد لا تستعيلون، ما نبي ايش حقا مستعيلين على مطار الكويت طال عمرك. تو الناس على مطار الكويت استاذ عبد العزيز الابراهيم، تو الناس اي خلوها بعد 10 سنين. يا ريت تسال معالي الوكلاء المساعدين الجماعه اللي عندك ليش المياه قاعد تصرفونها في البحر، وهذه جريمه ما بعدها جريمه في حق احسن ثروه عندنا هي الثروه السمكيه. شكرا معالي الوزير، بروح لكم اراويكم الصور الجايه على شاطئ الحصان، تشوفوا مناظر اسمحوا لي اللي